السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. النهاردة معانا فيديو جديد من السلسلة اللي احنا بطلناها من زمان ورجعناها تاني، سلسلة مبدعين ولعشاق ترينز. بقى اجمعوا يا جماعة هنا عشان النهاردة فيديو جامد قوي. النهاردة يا جماعة معانا مبدع من المبدعين. سيبوني بقى يا جماعة اتكلم، لان الشخص ده هو سنه صغير ماشي، بس هو غالي عليا جدا ومن الناس المحترمة جدا 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 اللي انا بتعامل معاها وبعزها جدا، وهو ادهم عماد. وادهم عماد تمام، هو رغم ان هو صغير في السن الا ان هو بدأ يتعلم وبدأ يطور من نفسه لغاية ما وصل ان هو يصمم سواء على سكتش اب او بلندر، وغير كده ان هو بدأ يدخل تصميمات في لعبة ترينز، وبدأ يدخل تصميمات كمان في لعبة ترين، وان شاء الله هيتطور اكتر في لعبة ترين وهنشوف منه حاجات حلوة جدا. بس النهاردة هنتكلم عن لعبة ترينز بس، وهنستعرض الحاجات اللي هو قدمها هدية وبيقدمها هدية هنا في القناة لكل عشاق لعبة ترينز. فيا جماعة بعد اذنكم احنا بس هنتفرج على الفيديو كله، وفي اخر الفيديو هنقول لكم طريقة تنزيل الاضافة دي ازاي وطريقة دخولها جوه اللعبة سواء للكمبيوتر او للموبايل. وطبعا زي ما انتم عارفين ان انا ما عنديش اللعبة لا كمبيوتر ولا موبايل، فانا هشرح لكم بس بالكلام كده، وانتم هترجعوا للفيديوهات اللي انا هبقى سايبها تحت في الفيديو وهتعرفوا ازاي تحملوا كل حاجة. بس الاول يعني الاول والله عايزكم تكتبوا كومنتات حلوة قوي لادهم تحت، وغير كده يعني عايزكم تشجعوه لان هو بيعمل شغل ممتاز. هو النهارده يا جماعه هيدوكوا هديتين، الهديتين دول الهنشل والعربيه اللي هي الدرجه الاولى الروسي اللي هي لسه ما جاتش، او العربيه المكيفه الروسي عامه اللي هي لسه ما جاتش. فاحنا هنستمتع بالعربيتين دول. وكمان انا عشان ما عنديش اللعبه فهو مصور الفيديوهات وبعتها لي، فانا حابب ان احنا كلنا كده نتفرج ونتفرج بحب على المجهود الرائع اللي هو عمله في التصميمات دي. تمام يا جماعه. وغير كده هيبقى في تصميم لعربيه اسباني تقريبا وعربيه محسنه، بس الحاجات دي هو مش هينزلها دلوقتي، او ممكن ما ينزلهاش خالص وممكن ينزلها، فالله اعلم. همتكم ودعمكم تمام. واي حد يا جماعه قبل ما نبدا، بس قبل ما نبدا في الفيديو ونستعرض الفيديوهات مع بعض، اي حد حابب يشارك في السلسله دي، بيعرف يصمم تصميمات خاصه بيه هو وبيعرف يدخلها جوه اللعبه وبتبقى اضافه، عادي جدا ممكن يشارك. بس هيكون من الاحسن جدا ان هو يبقى عامل حاجه هديه للناس، او الحاجه اللي هو هيستعرض بيها او هيشارك بيها تبقى متاحه للتحميل للناس. فاللي عايز يشارك سواء في ترين او سواء في ترينز في سلسله مبدعين يبعت لي ويقول لي انا عايز اشارك بتصميم كذا ودي الهديه كذا، وانا ان شاء الله هاخد منه الفيديوهات وهاخد منه الصور وهعمل لها انا فيديو زي الفيديو ده بالظبط، وهنعرضها عليكم كلكم وكل الناس تقول ايه؟ هتقول رايها تمام. وللمعلوم يا جماعه قبل برضو ما هنبدا في الفيديو، الهنشل اللي ادهم عماد عمله ده كان اول حاجة يصممها كجرار وكده، فاللي هو مش احسن حاجة، بس بالنسبة لمجهوده وبالنسبة للوقت اللي هو عمله فيه ممتاز جدا. فيا جماعة هندعمه برأي كويس، ولو انت عندك رأي وحش يبقى خلاص. يلا بينا بقى نتفرج بحماس ونتفرج بحب على الفيديو استعراض العربية واستعراض الجرار، وهنرجع تاني نقول لكم طريقة الشرح.
يا جماعه زي ما احنا شفنا كده، دي العربيه وده الجرار، وممتاز جدا 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 لادهم على المجهود الرائع والخرافي اللي هو بيعمله. وهو فرحني جدا لما انا شفت له تصميم لمحطه داخل جوه ترين. هي ايوه ابعادها ما كانتش مظبوطه شويه، بس هو ان شاء الله هيطور من نفسه وهيظبط الدنيا دي، وان شاء الله هتبقى شكلها جامد بعد ما يعدل فيها شويه تعديلات. وغير كده ان تصميماته ان شاء الله هو بيتعلم وهيدخلها كمان جوه لعبة ترين، فدي هتبقى حاجة كويسة جدا جدا جدا. هنيجي يا جماعة بقى للشرح ازاي هنحمل الاضافة دي. فكل اللي انت هتعمله، انا طبعا مش سايب لينك تحت في اللينك تحميل اضافة تحت، كل اللي انت هتعمله سواء من موبايلك او من الكمبيوتر، هتخش على جوجل كروم وبعد كده هتكتب www.realwaylovers.com، او تخش في بحث جوجل وتكتب محبي القطارات ويظهر لك الموقع بتاعنا تقريبا في اول نتائج البحث. هتخش عليه وهتشوف وهتلاقي كده حاجه اسمها سلسله مبدعين في الموقع، او هتلاقي اخر مدونه نزلت وهي ازاي تحمل الجرار الهنشل والعربيات الروسي المكيفه من تصميم ادهم عماد من سلسله مبدعين. هتلاقوا ده العنوان، فهتخشوا عليه وهتقدروا تحملوا الإضافة، هتلاقوها تحت، هتنزلوا تقروا المقالة يا جماعة بعد إذنكم، يعني قدروا تعبنا وقدروا إن المقالات دي إحنا بنكتبها بنفسنا، فقدروها وقروها يمكن يكون فيها معلومة مفيدة ليكم. وكمان هتلاقوني كاتب إزاي تضيف الحاجة دي جوه اللعبة سواء للموبايل وسواء للكمبيوتر، كاتبها كده للأسف عشان أنا مش عندي اللعبة، لو عندي اللعبة كنت صورتها لكم. على العموم عشان ما نضيعش وقت خالص دلوقتي، لو على الكمبيوتر انت بس هتلاقي لما تفك الضغط من على الملف المضغوط، انت هتلاقي الملف المضغوط هيبقى ليه كلمة سر. فكلمة السر هتظهر قدامكم ايه؟ هتظهر قدامكم على الشاشة. بعد ما تفك الضغط من على الملف المضغوط هتلاقي فيه فولدرين. الفولدرين دول باسامي العربيتين، باسامي العربية واسامي ايه؟ اسم العربية واسم الجرار. هتلاقي فولدرين، لو انت على الكمبيوتر هتاخد الفولدرين دول تحطهم في اللعبة زي ما بتضيف اي حاجة. وتقريبا انا شرحت الموضوع ده في فيديو الهنشل، ولو انت يعني لو انت ما اتفرجتش على فيديو الهنشل او ما نزلتوش، فاللينك هيبقى تحت في الديسكريبشن وهيبقى في الاي اللي هتظهر هنا او هنا، فانا مش عارف هي هتظهر فين بالظبط، بس انت هتلاقي في الاي، او لو ما ظهرتش دوس على الاي دي هتلاقي فيها الفيديوهات ازاي تحمل الهنشل اللي هو كانت جودة متوسطة من تصميم الباشمهندس حسام حسن الروسي. فهتحمله، لازم تحمله، لان انت لو ما حملتش الهنشل ده ولو ما حملتش الهنشل اللي نزل هدية في العيد قبل كده، الهنشل اللي انت هتحمله ده دلوقتي حالا مش هيشتغل معاك. ليه؟ لان ادهم واخد اصوات من الهنشل اللي هو بتاع الباشمهندس حسام حسن، والبوجي برضو نفس الموضوع. تمام؟ فيا جماعة عشان محدش يقول لي الإضافة ما ظهرتش، الإضافة مع مش عارف إيه، روح حمل الهنشلين دول وبعد كده حمل الهنشل بتاع أدهم اللي هو موجود معانا النهاردة وهيشتغل معاك. والفيديوهات تحت في وصف الفيديو وفي الآي زي أنا ما قلت لكم. تمام كده؟ هنيجي طبعًا للعربية. العربية الروسي كده مش هتحتاج إيه؟ مش هتحتاج إن أنت تحمل لي أي حاجة، أنت أول ما تحملها هتخش معاك على طول. ده للكمبيوتر، تمام؟ وأظن الكمبيوتر سهل جدًا. طب هنيجي للموبايل. الناس اللي متابعاني من زمان في لعبه ترينز، انا كنت شارح في 3 4 فيديوهات ازاي هتضيف الحاجه لغايه ما توصل. يعني انت دلوقتي هتفضل هتخش على اندرويد وبعد كده هتخش على داتا، وهتفضل تخش لغايه ما تخش على اللي هي الاوريجينال اللي موجود فيه الهاش شرطه 00 او هاش شرطه 01 او هاش شرطه 02. على العموم لو انت عندك الهاش ده، يعني لو انت عندك الهاش ده مليان لغايه 99، هاش شرطه 99، فانت ممكن تعمل هاش شرطه A1، هاش شرطه A2، هكذا. المهم انت هتعمل الفولدر ده اسمه هاش شرطه، وهبقى سايب لكم الاسم تحت كده، او لو مش عارفين تعملوه ممكن ترجعوا للفيديوهات الشرح اللي قبل كده للاندرويد وهتعرفوا انا قصدي ايه بالظبط. تمام؟ هتحطوا بس الملفين او الفولدرين اللي انا لسه قايل عليهم دول، وتاكدوا ان الفولدرين دول هم اللي محطوطين، يعني ما تحطوش الفولدر اللي قبليهم اللي هو هيتفك معاكم في فك الضغط.
لا حطوا الفولدرين بس اللي هو جوه الفولدر ده اللي هم اسامي العربيات، والفولدرين اللي هم بالاسامي دول هم نفس الاسامي في اللعبه. تمام، هناخد الفولدرين ونحطهم في النيو فولدر اللي احنا عملناه اللي هو اسمه هاش شرطه اي حاجه بقى انت هتكتبها. تمام، وما تنساش تمسح اسيست من المكان اللي هو فيه اوريجينال ومن المكان التاني. هتلاقوني برضو سايب لكم في الفيديو بتاع تحميل الهنشل سواء لهدية العيد او الهدية دي شرح الطريقة بالتفصيل يا جماعة، فنتفرج عليها عشان ما حدش يسألني في الكومنتات، لان انا والله العظيم اللعبة مش عندي، فمش هفيدك خالص اي يعني مش هقول لك اي كلمة زيادة عن الفيديوهات اللي انا كنت اعملها قبل كده. تمام، بس كده يا جماعة، الطريقة يعتبر سهلة جدا، بس انا اللي طولت عشان يعني انا بحب اشرح بالتفاصيل موضوع الاضافة دي، لان اغلب الناس بيبقى عندها مشكلة في تطبيق الشرح. فلو عندك مشكلة عايزها نظري هترجع للفيديوهات اللي قبل كده اللي فيها شرح ازاي تضيف اي اضافة في اللعبة او من الهنشيل بقى، سواء بقى تضيف الهنشيل سواء كانت تقريبا العربيات الهندي او سواء برضو لهدية العيد اي حاجة للترينز، انا ببقى شارح فيها كل حاجة لان ساعتها كانت اللعبة لسه عندي. فانت هتطبق الكلام ده، بس بدل ما هتحط الملف بتاع الهنش اللي هناك او كده هتحط ملف الاضافتين اللي انا سايبهم لك دول. تمام، وبس كده يا جماعة، اتمنى الفيديو يبقى عجبكم، معلش جدا ان الفيديو طويل، وشكرا جدا لو انت اتفرجت عليا لغاية دلوقتي، وان شاء الله هنستمر في سلسلة مبدعين بيكو وهندعمكم دايما. يلا يا جماعة اشوفكم في فيديو جديد، بس قبل ما انهي خالص الفيديو، لو انت ما اشتركتش في القناة شارك في القناة وفعل زرار الجرس عشان لما ننزل اي فيديو يجيلك اشعار بالفيديو تقدر تخش عليه اول واحد وتتبسط بالاضافات دي. وسلام.